تمارس فيه الرياضة اللي انت عايزها، تقضي فيه الوقت اللي انت عايزه، وكمان دور ثقافي مهم. الحقيقة كان في المؤتمر ده أستاذ محمد كامل كان أشار إلى أنه مكتبة مصر العامة، ودي منارة ثقافية مهمة في الأقصر، بقت شريك لفرع الأهلي في الأقصر في دوره الثقافي، إن هي اللي هتنشئ مكتبة الأهلي في فرع النادي في الأقصر عشان تقدم الدور الثقافي المهم لأعضاء الأهلي في الأقصر. نشوف التقرير مع الأستاذ محمد عباس مدير مكتبة الأهلي أو مدير مكتبة مصر العامة في الأقصر، شريك فرع الأهلي هناك. أهلا وسهلا طبعا بالسادة المشاهدين جمهور النادي الأهلي ومشاهدين قناة نادي الأهلي. احنا طبعا ساعدنا في الأقصر بفرع النادي الأهلي، طبعا نادي عملاق ونادي كبير، إضافة كبيرة للأقصر، حاجة يعني حضارية لا تصوروا. سعادة المواطنين وأهالي الأقصر بفرع النادي الأهلي في مدينة طيبة. مدينة طيبة يمكن مدينة جميلة لكن الحركة فيها ضعيفة، لكن وجود نادي الأهلي في مدينة طيبة هيحيي مدينة طيبة بالكامل، وخصوصا برضو هي متواكبة مع جامعة لوكسور برضو الوليدة إن شاء الله في المكان. إحنا كمان كمكتبة مصر العامة عملنا فرع جديد على مساحة 4000 متر في مدينة طيبة لمكتبة مصر العامة، فرع تاني للأقصر هناك، وإن شاء الله إحنا في تعاون مشترك بيننا وبين فرع النادي الأهلي في طيبة إن شاء الله. لكن إحنا بنتكلم على مكتبة مصر العامة، هي بتحتضن الحدث الكبير في الأقصر كمكتب اشتراكات ومكتب يعني تردد الأعضاء واستيفاء البيانات وحاجة زي كده. المكتبة طبعا صرح ثقافي تنويري في مدينة الأقصر وجنوب الصعيد عامة بما تمتاز به من مقومات جميلة في المدينة الحضارية حضارة 7000 سنة. احنا بنتمتع بالموقع المتميز للمكتبة في مدخل المدينة، المكان مقومات كبيرة جدا. طبعا كانت ليهم رؤية طبعا للنادي الأهلي والشركة المنظمة شركة استادات ان هم المكان مناسب لطبيعة الحدث. احنا كمكتبة الحمد لله وفرنا كل الامكانيات المساعدة لإنجاح الحدث، وبنقدم كل العون والتنسيق طبعا مع المحافظة، معالي الوزير المستشار المحافظ ادى كل الاهتمام والاستعداد، صندوق مكتبات مصر العامة السفير الريد والسفير الطايفي برضو ابدوا كل الاستعداد والتعاون، واحنا يشرفنا الاستعداد والتعاون مع النادي الأهلي.